أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فآت ذا القربى حقه السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء
سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية
من العتبتين المقدستين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعزي الإمام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجع الدين العظام وأتباع أهل البيت عليهم السلام عامة وزوار أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام خاصة بذكرى استشهاد الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي النقي عليه السلام، وذلك في مثل يوم غد 3 من شهر رجب 254 للهجرة. قضى إمامنا الهادي عليه السلام عن عمر يناهز 41 سنة، عاش 13 منها في المدينة المنورة عند جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وبقيتها في سامراء بإكراه المتوكل العباسي، حيث أمر بإشخاصه من المدينة إلى سامراء ليكون تحت رقابته، وقد جعل العيون عليه، وكان يأمر بتفتيش دار الإمام عليه السلام.